من المعلوم أن الكذب مفسدته خالصة، لكن إن كان سيؤدي الصدق أحيانا إلى مفسدة. كيف؟ إذا كان سيؤدي الصدق أحيانا إلى مفسدة، فهل يجوز الكذب حينها؟ هذا يستعمل فيه التورية، ذلكم قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما مر ببلد الجبار الذي لا يدع امرأة جميلة إلا اغتصبها وقتل وليها وقد نعم. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم سأله هذا الجبار: ما هذه المرأة؟ قال: أختي. يريد ماذا؟ أخته في النسب أو ماذا؟ أجيبوا، يريد أخته في الدين في الإسلام. فلو قال: زوجتي، أنا أسلفت قلت وليها، يعني زوجها ليس وليها، أقول لو قال زوجي لقتله واغتصبها، لكنه قال أختي. نعم. جاء إلى سارة رحمها رضي الله عنها وعليها السلام، قال: يا سارة، إنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك وغيرك، وإني قلت لهذا الرجل كذا وكذا، فلا تكذبيني. يعني يقول: نعم، أنا أخته. نعم، إلى آخره.